حياة شديدة. نتكلم عن شعب الشعوب، فأهم ملامح بتحددها الظروف للشعوب هو إبداعاته، أدب، فن، موسيقى، كل شيء. بالذات بيبقى الفن هو القيمة الجمالية الكبرى جدا اللي ممكن تبين لنا الشعب ده تقدمه واصل فين، رؤيته للإنسان، رؤيته للمجتمع. فده ما يبانش إلا في الفنون، الفنون بأنواعها، شعر، موسيقى، فن تشكيلي، نحو. فطبعا إذا بالتالي يعني لو وصلنا للعمل الفني كعمل فني شيء عابر، ده غلط، لأنه بيبقى ده محصلة كبيرة لتاريخ إنسان في مجتمع معين. المجتمع ده نظرته الكلية للحياة وللقيمة بتبقى مجسدة في الفنون بتاعتها، والفنان أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أيا كان. ومش بس الفترة الزمنية، ممكن طوال فترات طويلة. يعني عندنا في مصر عندنا فترات طويلة وتنوع شديد، من فرعوني للقبطي لجريكو رومان لإسلامي لحديث. فطبعا ده تاريخ زاخر جدا وسخي للغاية. وبالتالي هنا نفسر شعب مصر، هنفسره من خلال الفن، ازاي الفنون دي خرجت طوال الفترة الطويلة دي للبلد. فهي أهم دليل لتراث الإنساني لهذا الشعب ولهذا. فن تشكيلي زي ما عارفين هو إبداع يعني حي صاحي طول الوقت، موجود في المتاحف، موجود في الجاليريات، موجود في بيت الفنانين بشكل معين. فهو يمكن أصدق الأمور الحية اللي بتبقى تعبر عن الحياة الفنية الكاملة. طبعا الشعر والأدب دي حاجات هامة للغاية، ولكن انت عشان تدخل متحف تطلع بفكرة عن كل الناس. طبعا انت عشان تقرأ في الفلسفة وفي الفن وفي الشعر والرواية تاخد وقت. اللوحة هي اللي انت بتبص عليها وبتدي لك إحساس ايه التقدم في الشعب ده، ايه وصل فين الخيال، وهو بيبقى نتيجة المجتمع ككل واحتكاكه بالمجتمع الاخرين.